احتفال آخر وابتهاج يماني في رحاب الذكرى 54 للثورة الخالدة 26 من سبتمبر. هنا في مدينة إسطنبول أقامت الجالية اليمنية واتحاد طلاب اليمن حفلا خطابيا وفنيا شارك فيه العشرات من أبناء الجالية. طلعنا مدل الضحى ذات يوم ونهتف يا شمس لا تغربي. استوحت الكلمات في الحفل الخطابي من وحي هذه المناسبة المعاني والدلالات التي لا تزال تتجدد في حياة اليمنيين، وأكدت حاجتهم إلى الدفاع عن ثورتهم التي تعرضت لأخطر هجمة من ثورة مضادة استهدفت تقويض كل مكتسبات النظام الجمهوري والثورة اليمنية على مدى أكثر من نصف قرن. هؤلاء الأطفال والزهرات احتفلوا بطريقتهم مرددين أجل الأناشيد التي تغنت باليمن وجمال الوطن وألق الثورة ووقع التغيير الذي غير مجرى الحياة في اليمن.